سطلانة وصلت أسبانيا أمريكا للانفرادات. سطلانة سطلانة وده أبدأ بده، سطلانة الثانية على العالم العربي، الخامس على العالم. مش وصلت أسبانيا، ده وصلت العالم كله. أغنية سطلانة والفضل لله ثم للنادي الأهلي وصلت العالم كله، حققت رقم قياسي كبير جدا 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 لأبعد الحدود، حققت رقم خرافي. الخامس على العالم العربي والثاني على العالم العربي والخامس على العالم. سطلنا 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 أحمد سعيد. أيوة اسمها سطلانة، ما احنا عارفين يا حسام يا مطر، واحنا قلنا حاجة، قلنا سلطانة مثلا، ما احنا بنقول سطلانة، قلنا سطلانة طبعا. بقول لك اهو خبر مهم جدا، الثاني على العالم العربي، الثاني على العالم العربي، الخامس على العالم. مساء الفل يا ملك الانفرادات مختار الفقي. فسطلانة شعب الاهلي محمود عبد الله الدخيلة اسكندرية، يا ابو حنفي سطلانة، يا ابو حنفي سطلانة، سطلانة يا ابو حنفي سطلانة. اصل انا مبسوط جدا النهاردة، اقول لكم ليه؟ لما تكون راجل محترم وتستطيع انك تغير وحدك مسرى ابيضة ومرتزقة وتخليهم يترعبوا منك ويدوروا على الحقيقة ويعرفوا انه البكش والفنكوش ما ينفعش، يبقى لازم تبقى فرحان. بنسلفانيا احلى ايمن في الدنيا، احمد عز الدين جاد، ربنا يكرمك يا ابو حميد، يا محترم يا محترم يا محترم. انت بتشتم وانا بقول لك يا محترم، انت بتشتم وانا بقول لك يا محترم. انا صبرت كتير يا جماعة، صبرت كتير على اللي بيشتموا ظنا انهم هم متربين وعندهم دم، فانا بستأذنكم ان انا اعمل حظر مباشر. يعني كنت سايبهم على اساس يا استاذ محمد يا ملك الانفرادات اني ممكن يا سامح يا شرقاوي يكون عندهم اخلاق ويحترموا من يحترمهم، ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي. قد أسمعت إن ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. تحياتي لعبد الله يا فهد يا بطاوي. فبستأذن حضراتكم عشان ما حد يزعل، بحظر على طول، لأن فعلا اللي بتعمل له قيمة وهو أصلا ملوش لازمة بيفكر نفسه بني آدم، فلازم يتربى ويترمي في الزبالة. فبستأذن حضراتكم سأحظر أي خارج عن الاحترام. أشكركم شكرا جزيلا، والحاضر يعلم الغائب، احنا حضرنا يا رجالة. أغنية سطلانة تحقق رقما قياسيا عالميا، الخامس على العالم، وهو وصلت أسبانيا ووصلت ألمانيا ووصلت إنجلترا ووصلت فرنسا، وصلت كل الدنيا، العالم كله، الكرة الأرضية، الكوكب، الكوكب كله بيقول سطلانة، الكوكب كله بيقول سطلانة. والله العظيم كله. و الثاني على العالم العربي والخامس على العالم. منك لله يا طاهر محمد طاهر، سطلنت سطلانة يا طاهر يا محمد طاهر، سلطنتها. والله العظيم سلطنتها، سلطنتها والله سلطنتها. سلطنة يسلطن سلطانا سطلين، سطلنا 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 سطلنا. أي حد يحقق انتصاري قول سطلنا. عم مصطفى سيد المغلوب يا محترم، وحشني يا عم مصطفى. يا أبو محمد يا جميل، أنت بتقول لي يا أبو محمد يا غالي، وأنا بقول لك يا عم مصطفى يا جميل، يا راجل يا طيب يا رائع، أكرمك الله يا عم مصطفى كما تكرمنا دائما.
أكرمك الله وبارك الله فيك، أكرمك الله وبارك الله فيك، وربنا ما يحرمني منك أبداً.